وللنقاش في تطورات الأوضاع في إدلب معنا هاتفيا من مدينة إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي السيد سمير صالحة. مرحبا بك معنا. مرحبا مرحبا. نبدأ ميدانيا، الجيش التركي أعلن بدء عملية عسكرية في إدلب، ما طبيعة هذه العملية؟ ما حدودها؟ ما المتوقع منها؟ يعني طبعا حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي من قبل القيادة السياسية التركية أنه هذه الآن العمليات هي العملية الكبرى التي تحدث عنها الرئيس التركي أكثر من مرة. نعم. خصوصا أنها مرتبطة مباشرة ب إصرار تركيا على أن تنسحب قوات النظام من المناطق التي دخلتها في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية الشهر الحالي، لكن هذا لا يمنع أن نقول أنه الآن في مواجهات تتقدم على الأرض باستمرار. الرئيس التركي أيضا قال أن تركيا عازم على تحقيق منطقة آمنة ضمن الحدود المتفق عليها في اتفاق سوتشي. من خلال هذا التصريح، هل تعتقد أن كما أكد الرئيس التركي أن العمل العسكري هو الحل المتوفر الآن؟ نعم، يعني بعيدا عن الأضواء لا نعرف حجم الحوار التركي الروسي، هل هناك في استمرارية جهود باتجاه العودة إلى طاولة الحوار، خصوصا بعد وصول مفاوضات موسكو إلى طريق مسدود بين القيادات السياسية والعسكرية التركية والروسية. لكن في جميع الأحوال أنا أرى أنه الاحتمال الذي يتقدم على الأرض الآن هو الخيارات العسكرية. لماذا؟ لأنه النظام ما زال مصر على التقدم باتجاه المناطق الحدودية ومدينة إدلب، وروسيا مصرة على تثبيت النظام بالدعم العسكري اللازم كما شاهدنا اليوم من خلال المشاركة الروسية المباشرة في الغارات الجوية التي استهدفت الفصائل السورية. طب ماذا بعد هذا الإصرار؟ يعني كما تفضلتم، يعني وذكر وزير الدفاع الروسي لافروف طالب تركيا بوقف دعم المعارضة السورية وعدم تزويدها بالأسلحة، بينما تقوم روسيا بدعم النظام الذي يرغب في السيطرة على إدلب كما قال الأسد قبل أيام. السؤال، ما المتوقع الآن؟ صحيح، لذلك أنا قلت لك أنه الآن لا يوجد مؤشر حقيقي على أنه في تقدم في المفاوضات أو المباحثات التركية الروسية باتجاه إيجاد صيغة تفاهم جديدة. لماذا؟ لأنه الواضح والمؤكد أنه روسيا مصرة على فتح الطريق أمام النظام ليتقدم وتقديم كامل الدعم السياسي والميداني العسكري الذي يحتاجه. الأهم من كل ذلك أنه أنقرة ترى أن موسكو تصر على المضي في دعم النظام، وهذا يعني تخليها عن تفاهمات سوتشي وتفاهمات الأستانة. موسكو يبدو أنها تريد صناعة مشهد ميداني عسكري سياسي جديد في منطقة إدلب وفي الملف السوري ككل، وتحاول أن تضغط على أنقرة للقبول بهذا المشهد. لذلك نرى هذا التصعيد التركي موضوع المنطقة الآمنة بين الأولويات الأساسية في أنقرة اليوم. منطقة آمنة توفر الحماية لأكثر من مليون نازح جديد باتجاه المناطق الحدودية، ومنطقة آمنة أيضا تساهم في منع قوات النظام بالتقدم باتجاه إدلب والمناطق الحدودية. سيد سمير، تصريحات حلف الناتو وخصوصا واشنطن تبدو داعمة للعمليات العسكرية التركية في إدلب، هل تعتقد ذلك؟ كيف سيترجم ذلك خطوات عملية على أرض الواقع؟ في عندنا مشكلة برأيي أساسية أنه أنقرة في الأشهر الأخيرة راهنت أكثر على التنسيق مع روسيا في الملف السوري، سواء كان تحت سقف سوتشي تحت سقف الأستانة، وهذا التنسيق والتقارب التركي الروسي كان على حساب العلاقات التركية الأمريكية أو التركية الغربية شئنا أم أبينا. لكن الآن نرى في تحول أمريكي نعم غربي أوروبي باتجاه الوقوف إلى جانب أنقرة، لكن طبعا في ايضا علامات استفهام لانه واشنطن من الممكن حسب ما نرى نحن هنا في تركيا ان تذهب بمنحى ذهاب نحو التفاهم مع روسيا مباشره بشكل او باخر في الملف السوري. لذلك في حذر تركي كبير واصرار انقره على صناعه مشهد يناسب تنسيقها مع الفصائل السوريه، حمايه النازحين وحماية مصالحها في الملف السوري بشكل أو بآخر. شكرا لك سيد سمير صالحة الكاتب والباحث السياسي التركي من إسطنبول.